ألف حاء دال واو. اي بالنسبه للالعاب كنلقاو الدراري الصغار مساكن مصيفطين الرسائل ديالهم كيكونوا صراحه مؤثرين حيتاش كتخكيك كتحس بلي راه عطا احسن حاجه عنده في وقت صعيب وهذاك الشيء كيخلينا نفهموا دروس زوينه بحال التضحيه الاخ الاخوان المسلمين والاخواتنا المسلمين هذا الشيء كيخلينا فرحانين بزاف حيتاش كاين الحس الاخوه بيناتنا كيكون ترحما على شي واحد كيكون مثلا كيطلبوا الشفاء دعوه الشفاء الاجداد ولا الرحمه الاجداد ولا شي حاجه بحال هكا كانت هديه قالوا لنا من خلالها زعما بلي راه هو متاسفين لهذا الشيء اللي وقع وبلي راه ان شاء الله يكون كل شيء هو هذاك وحنا كاملين مع بعضياتنا كاملين مع بعضياتنا تدوز هذه المحنه اي كنديروا كل شيء بالنسبه لملابس النساء بوحدهم ملابس الرجال بوحدهم حتى من الكبابض النساء بوحدهم والكبابض الرجال بوحدهم الكبابض الاطفال البنات بوحدهم الكبابض البنات بوحدهم سراويل تاوما البيبي الصغار تاوما كيكونوا بوحدهم بالنسبه للجديد تاوا كيكون عمليه الافراز ديالو اكثر دقه حيتاش كنكونوا كنلتجؤوا السراويل بوحدهم جداد الكبابض بوحدهم جداد تريكوات بوحدهم جداد بالنسبه للاحذيه الا كانوا جداد تاوما اكثر دقه بالنسبه للاحذيه القدام كنقدروا نجمعوهم مع صناد العجين وداك الشيء وصابوات النساء بنفس العمليه تتم حتى بالنسبه للذكور وهادشي كيكون شويه صعيب ولكن زوين حيتاش كتفكر باللي راه كدير داك الشيء عنده رساله وعنده هدف باش تعاون الاخ الاخر اذا في هاد اللحظه بالضبط فاش ضرب الزلزال وكذا حسينا ان المغاربه كاملين كانوا بحال خوت وجينا كاملين هنا للجمعيه ايوا صافي دابا انا هنا مكلف بالترياج ديال الحوايج وداك الشيء وفي وسط هاد اللحظه هنا راه كنلقاو هنا العاب كنلقاو هنا الحوايج مخلطين اي حاجه كنتكفلوا اننا نفرقوهم وفي وسط هاد اللحظه مثلا كتلقى ان طفل مثلا صغير كتلقى الحلم ديالو انه تكون عنده لعبه ولا شي حاجه ولكن كيسخى انه يعطيها وكذا وكيرافقها بشي رساله مثلا فيها كتلقى معها شي رساله فيها رساله يا اما كيترحم فيها على هادو اللي ماتوا ولا شي حاجه وبالنسبه للحوايج حتى هما كتلقى هنا ماركات غاليين من الناس مصيفطينهم حتى هما كتلقى حوايج حتى هما غاليين اي حاجه ممكن تصورها راه كتلقاها هنا اول حاجه هاد الالعاب كاينين الحمد لله بكم هائل كتلقى هنا بزاف ديال الالعاب من هاد الالعاب ديال الدراري من هاد الالعاب ديال البنات من هاد الالعاب مخلطين كنلقاو معاهم رساله ان دوك الدراري واخا هكاك واخا دوك الالعاب غاليين بالنسبه ليهم وما سخاوش بهم ولكن راه واخا هكاك عرفوا انه كاين شي واحد اخر محتاجهم اكثر منهم وصافي كيسخاو بهم وكيصيفطوهم لهنا وحنا ديك الساعات كنحاولوا اننا دوك الالعاب نقسموهم بشكل ديال مساواه شويه انه هاد البلاصه يمشيو ليها شويه هاد البلاصه ماشي ثاني بلاصه يمشي ليها كلشي وبلاصه اخرى ما يوصلها والو بالنسبه للمدن هادشي الحمد لله راه كيجي من جميع انحاء المغرب راه في الايامات الاولى ديال الزلزال راه ما كانش كيخوان نهائيا من الرموكات كاميوات وترانزيتات وداك الشيء راه الحمد لله من كازا من رباط من طنجة من ناظور هادشي كامل الحمد لله جا وراه الحمد لله دابا نيت راه كيخرجوا قافلات من هنا راه باقي الحمد لله الخير كيوصل لدوك الناس